يقول أنا أخطب في مسجد به قبر، ما الحكم؟ إذا كنت موظفا في الأوقاف فلا نستطيع أن نقول لموظف الأوقاف اتركوا الخطابة وهي مئات الآلاف من المساجد التي فيها قبور، فأنت مضطر حينئذ بارك الله فيك، والاضطرار يجوز لك مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة وحولها 360 صنما لم يكن يستطيع إزالتها.